انتي ما سمعتي شيء؟ لا بقى صار له حصه اجوا، شو عم بيساوي؟ ابصر شو عم بيطبخ براسه. الله يجيرنا من هالفوته. شلون؟ ايه بس ما فهمنا ليش مغير الحلاس؟ انا ما بغير حلاسي، بس هدول لزوم الشغل بالسينما، انا صرت موظف هنيك. ما بدك تاخذنا معك؟ لوين؟ على السينما. لك كنجرسوني انتو، لك عم لكم شغل موظف انا صرت. لك حاجه ضحكتي اياها، شلون يا بي؟ شلون مو طالع مثل نجوم السينما؟ لك اسمعي انت وياها هي ما حدا بيقرب عليها، انا بنظفها وانا بكويها، فهمتوا؟ غير براحتك. ايه انا رايح اغير حلاسي. تعال انت، لا حدا يتحرك لوصله، راح وصله وارجع. تعال. شو ها؟ شو ها؟ لك شو ها؟ لك شو ها؟ لك ليش مو واقف العالم كانه واقفين على الفرن؟ لك عم بظبط الدور، بدي وصل كل واحد، لك نسيت اوصل ما حفظت الكراسي. يا حبيبي هيك ما بنلحق الحفلة الثانية، لك كل واحد بيعرف وين بده يقعد. روحوا عمي روحوا فوتوا. هلا هيك يفوتوا يعني؟ ايه هيك يفوتوا، يلا فوتوا. خلصوني يفوتوا. شو ها؟ لك وليد هلا هيك بدنا نشتغل. ايه هيك بدنا نشتغل، لك ما بنعود بنلحق الحفلة الثانية. ايه خلص امرك. ليك عم شوكات بدك تفتح تربخه وش مخك. ها امرك ايوه، ولا بكره بتجي بنوح الشغل. شلون يعني ما اجي؟ لك لا طول بالك عم شوكات، بس عم لك مشان تفهم يعني. ايوه روح. قال ما اجي. ما حسها مو طالع صوتك. ليك ولازم بكره ننزل لعند المحاميه. اي والله معك حق، لازم نحن ننزل بكره. يا خوفي بس والله حاسه عصام عم يضحك علينا. لا ايوه شو عم يضحك علينا؟ ما عم يضحك علينا. هو شو قال لي؟ قال لي انه قصة المعاملات عم تاخذ وقت. بس والله حرام فايزي. اي والله يا حرام، بس نحن ما دخلنا هي الشغلة بينها وبين عصام. قلتك شو دخلنا؟ ما دخلنا. طيبين؟ شو بدنا نقول لها بكره اذا نحن؟ شو بدنا نقول لها؟ منظبطها؟ مساء الخير. خير؟ ليش هيك قاعدة؟ ناطرتك. شوفي متخانقة شي مع هدول الجوز ضرايري؟ لا بس ناطرتك، بدي افهم، بدي احكي. شو بدك تفهمي؟ فايزي مشانه لا الله احكي بالمختصر المفيد، انا واقف على قصب رجلي من الصبح، شو القصة؟ شو؟ قال بكرة رايحين لعند المحامية. منين دريتي؟ طمن، هدول الجوز ما حكولي، بس أنا سمعتهم قاعدين عم يوتوتوا بالقصة. إيه مزبوط، بكره رايحين عند المحامية. شوفي فايزي، أنا رح أحكي لك ليش أنا هيك عم ساوي، ليش كتبت نص هذا البيت باسم هدى والنص الثاني باسم لطفية. ما بدي أسمع شي، أنا إلي حصة بهذا البيت مثلي مثلهم. فايزي مشانه لا الله يا بنت الحلال لا تيبسي راسك، اسمعي بالاول مشان لا تظلميني وتظلمي حالك. ما بدي اسمع، ما بدي عزبك، يا بروح بكره معكم على المحاميه يا فايزي. تسمعي لخير، بس يكون بمعلومك انا بعزك كثير وانا ما بظلمك، وانت لو بتسمعي بتعرفي ليش انا هيك عملت. تسمعي لخير. لطفية هدى لك لطفية هدى اطلعوا من ورا الباب. حساس نايمين يعني؟ كيف بعت
لك حمى، مو قلتي لي نامت؟ بلا نامت، كان صاير لها حصه ومطالع صوتها، معناتها شو؟ معناتها نامت، معناتها سمعتنا. لا هي ما سمعتكم، هي تهيأ لها. منين بتسمع كل شيء؟ انتوا بتحكوا بتشلوا يا ام سبع شطلات؟ لك انت اذا نايمه بلشي تحكي وتشلي. لك عجبكم هي؟ عجبكم هلا مفكره هي انه انا ظلمتها؟ قلنا لكم هدوا شوي، خلونا نمرق القصه على خير، ما بيمشي الحال، لازم تحكوا وتشلوا. بعد الحمى والله فكرناها نايمة. يعني ابن عمي بكره ما رح نروح؟ لا رح نروح، انت هذا اللي هامك. اما ضرتي تحرد وتزعل ما بيهمك. روحوا نوشي، روحوا لشوف شو بدي ساوي، روحوا. يا رب دلني على الصواب ولا تجعلني من الظالمين يا رب. يا لطيف يا ولي شو حلو هذا الفيلم زهرة بعدي. يا الله شو حلوة هالفيفلان يا لطيف. لك مثل النجمة عم تلاقي عشانك، مثل النجمة. ايه حلوة. لك اليوم مو آخر حفلة؟ بلا. اعطينا الصورة تبعها، اعطينا اللي وعدنا فيها. ايه تكرم علينا. بس شو بدك تعمل فيها ما بعرف؟ شو بدي اعمل؟ شعليه وشعله وشعله. يلا يا شباب، يلا خلصنا، يلا أهلين أهلين شرفتوا، إن شاء الله انبسطتوا. أهلين أهلين يا فندي، أهلين مع السلامة. أهلين 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 وجهك. شو بدل؟ السلام عليكم. شو بدك ليش هيك عم تبكي؟ زعلت عليه هذا البطل يا ماما مسكين. قديش حلو الفيلم؟ كثير حلو الفيلم بس ما فهمت منه شيء. ما مهم تفهم، ما مهم، المهم تعيش 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 السينما. عشت السينما، بغينا المرة الجاية بس يجي فيلم لشاري شفلة لهداك. ايه. وبقى لي هداك ما بده يعني. من عيوني، أنت رايح على البيت؟ إيه معلوم رايح على البيت. ليك مسك لي هيدي اللي بالك عليها، أنا رح أغير ثيابي ووصلك معي على المسليتي. على راسي. عم يرجع لي بنصاص الليالي. شو هاي؟ يا عيوني يا عيوني انتي. ابو بدر قولي 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 شوفي يا ساكت شوفي قولي شوفي. انت بدك تقلي شو في يا نمر البوادي؟ شفناك فوق وشفناك تحت على الحملو عنزه. مينو هاي؟ شو هاي؟ مين؟ هاي هاي مين هاي؟ مين هاي؟ هاي 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 اللي هون مين هاي؟ مين هاي؟ انا ما بعرف مين هاي، انت بدك تقلي مين هاي؟ ما بعرف مالك ماشي ما بعرف. انا مو لحالي، الرجال لا من ايده ولا من حديده وعم يرجع لي من صاص الليالي. مينو هاي يا مروان؟ هاي لك مين هاي؟ شفت الصورة بجيبتك منو هاي؟ ايه ايه ذكرت ذكرت. أنا امبارح انا مو رحت على السينما. ايه بلا شفت عشرة. يا عيني يا عيني ويا ليلي والصفقة ما فيها عصام قبل النايل بالزعرون. ما ما انتبهي بالك وهي خليني فهمك انا شوية. ايه فهمني فهمني. انا ما ادري كنت طالع من السينما. ايه 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 الله ياخذك وياخذه الهي، الله ياخذك وياخذه. اسمع مروان كل مرة بغطاها هلا بتروح لعند لهي الخانم وما في رجعة لهون، ما في رجعة لهذا البيت. سمعت فوزية؟ نعم. خليني نام شوية وبعدين بروح وين ما بدي. ايه مو تكرم عينك، ايه وحياتك رح خليك تنام نومة ما في من بعدها فيقة. ايه يخرب بويتك.